نحكي عن أمراض القلب والشرايين باعتبار اضطرابات بتأثر على عضلة القلب والأوعية الدموية بالجسم. طبعا هي الأمراض أكثر انتشار بالعالم وممكن تؤدي للوفاة لا سمح الله في حال كان في إهمال. واليوم خلال شهر رمضان المبارك استفسارات كثيرة وأسئلة، هل ممكن مريض القلب يصوم؟ ممكن يأثر بشكل سلبي على صحته؟ فقديه لازم اليوم نكون واعيين لهذا الموضوع يا ليلى؟ تماماً يا هايدي، يكون في تحاليل دقيقة، في فحوصات طبية للحذر من هذه الأمور. وأيضاً هايدي المصابين بالأمراض المزمنة ومرضى السكري ومرضى الضغط أيضاً كمان اليوم لهم محاذير كيف ممكن يصوموا بشكل آمن بحيث ما يعرضوا صحتهم للخطر. كثير من التساؤلات رح يجاوبنا عليها ضيفنا اللي صار معنا بالاستوديو الدكتور حسن إبراهيم، اختصاصي بالأمراض الداخلية والقلبية. يسعد صباحك دكتور، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم و صباح الخير دكتور. صباح الخير لكم ولكل الاخوه المشاهدين، ورمضان مبارك علينا وعليكم جميعا. اهلا وسهلا فيك دكتور. خلينا بدايه نوضح الاستفسار، هل يا ترى اليوم الصيام بيأثر على عضله القلب؟ بشكل اجمالي وبشكل عام الصيام مفيد للقلب. ليش مفيد للقلب؟ لانه في الصيام يخف تناول الطعام وخاصة الدهون والدسم والزيوت المهدرجة والمشبعة، ويقل مقدار الطعام الذي يتناوله الإنسان، وبالتالي هو بالأصل تصلب الشرايين والأمراض اللي بتصيب الشرايين كلها يعني معظم منشأها من تناول الطعام الغير صحي. فأكيد في الصيام رح يقل كمية الطعام والدهون والدسم، وبالتالي هو مفيد لشرايين القلب ومفيد للصحة بشكل عام. إضافة لهالشيء في الصيام يعني يقل استخدام الإنسان للتدخين، ومعروف أنه التدخين هو بيساوي تصلب شرايين وضار جدا للإنسان من فوق لتحت. فبشكل عام الصيام يحسن عمل الشرايين، يساعد على حرق الدهون والدسم المخزنة في جسم الإنسان، يؤدي إلى نقص في تصلب الشرايين وتكلس الشرايين. دائما الطعام هو البطنة تذهب الفطنة، ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن. فقلة الأكل دائما هي مفيدة للإنسان ضمن حدود معينة وضمن ضوابط معينة. فبشكل عام الصيام هو مفيد لكل الجسم وبما فيه الشرايين والقلب وعضلة القلب. تمام دكتور، لكن في حال أنه المريض اليوم مثل ما ذكرت حضرتك أنه مشي على نظام غذائي نظم أكله فعلا هو الصيام حضرتك عم تذكر أنه مفيد له، لكن اليوم في أشخاص كتير من فترة الفطور لا فترة السحور بيكون في طريقة أكل عشوائية من كل شيء، حتى الدخان بيصير مضاعف، أنه نحن عم نعوض عن فترة اللي كنا صايمين فيها بالنهار. هون قديش هدول الأشخاص عم يعرضوا حالهم للخطورة؟ بالتأكيد يعني الصيام يعني إذا أنا صمت مثلا 16 ساعة أو 14 ساعة وجيت طلعت الفرق في الفطور في وجبة الأفطار والسحور ورحت أكلت الدهون والدسم المشبعة وكله زيوت ودهون، هذا ما استفدنا من الصيام شيء نهائيا. أكيد رح يكون في خطورة أكبر، وخاصة المرضى يلي بالأساس عندهم أمراض قلبية أو عندهم مشاكل قلبية. فهدول ما استفدنا من الصيام شيء نهائيا اذا نحن بدنا نعوض الدهون والدسم وبدي اكل في رمضان ضعف يلي باكله في غير رمضان تماما. حتى الاشخاص الاصحاء لما شو بيقولوها بالعامي انه بيخبصوا بالاكل على وجبه الافطار للسحور ممكن يتعرضوا لكثير من المشاكل الصحيه هون الطامه الكبرى. فكيف مريض القلب؟ اكيد هون الطامه الكبرى. هلا نحن عم نحكي بشكل عام فوائد الصيام للمرضى يلي ما عندهم امراض قلبيه. هلا الناس يلي عندهم امراض قلبيه وعم يتناولوا وجبات كبيره وعم يتناولوا وجبات مليانه دهون ودسم ونشويات وحلويات، هدول رح يكون الضرر اوسع واكبر بالنسبه لهم. تماما. طيب دكتور خلينا نوضح اكثر بهذا الموضوع ونعرف شو هي الحالات يلي بيمنع فيها مريض القلب من الصيام. هلا بالنسبه للمرضى القلبيين او اللي عندهم مشاكل قلبيه
هذول هن بينقسموا لقسمين. قسم هن قادرين على الصوم، خاصة المرضى المستقرين من الناحية السريرية، ما عندهم آلام خناقية، ما عندهم أعراض، هن مرضى قلبيين، ممكن يكون عندهم قصور قلب، ممكن يكون عندهم تصلب شرايين، ممكن يكونوا مروا بأزمات قلبية سابقة وتركب لهم شبكات على سبيل المثال، أو في عندهم تضيقات في الشرايين. فهدول المرضى المستقرين يعني اللي ما عم يشكوا من أي أعراض نهائيا، ما عم يشكوا من أي مشاكل، هدول بشكل عام هن قادرين على الصوم والصيام مفيد جدا لهم. لكن نجي في عنا شريحة تانية من المرضى القلبيين، هدول ممنوع يصوموا نهائيا، وخاصة المرضى الذين لديهم أزمات قلبية حادة، مريض عنده احتشاء عضلي قلبية حاد، نايم بالعناية المشددة، هذا ممنوع يصوم. حتى لما يتخرج من المشفى لازم ما عاد يصوم ليمر 6 شهور على الأقل، 3 ل6 شهور على الأقل، وتكون حالته مستقرة وما عم يشكي من آلام صدرية. كل مرضى الداء الإكليلي يلي عندهم آلام خناقية وعندهم خناق صدر، هدول ممنوع يصوموا نهائيا. كل المرضى اللي عندهم إصابات صمامية شديدة، عندهم تضيق أبهري شديد أو تضيق تاجي شديد أو قصور أبهري شديد أو قصور تاجي شديد، هدول المرضى اللي ما هن مستقرين، هدول ممنوع يصوموا نهائيا. كل المرضى اللي عندهم قصور قلب وعندهم وذمات رئة متكررة، وظيفة العضلة القلبية متدنية، ويعني وظيفة البطين الأيسر يعني نتاجها قليل جدا، هدول أبدا ممنوع يصوموا. كل المرضى اللي عندهم أمراض قلبية وهن عم يتناولوا أدويتهم يعني وخاصة بجرعات منتظمة وخلال 24 ساعة، هدول إذا صاموا بجوز يروح عليهم يعني يصير عندهم مشكلة في عدم تناول الدواء، فهدول أكيد ممنوع يصوموا. فإذا المرضى القلبيين هن بينقسموا لقسمين، قسم قادر على الصيام وهن المرضى المستقرين يلي ما عندهم أي أعراض وأمورهم كلها مستقرة، وقسم غير قادر على الصيام نهائيا وهن المرضى اللي عندهم آلام خناقية أو خناق صدر غير مستقر، أو المرضى على سبيل المثال اللي مروا بأزمات قلبية وتساوى لهم شبكات، مثلا نحن سوينا لهم قسطرة وحطينا لهم شبكة، هدول حتى بعد يعني إجراء العملية وتوسيع الشرايين وحطينا لهم شبكات، فهن لازم يمر وقت كافي لا يقل عن 3 شهور وما عم يشكوا من أي أعراض لحتى نحن نسمح لهم بالصيام. ممنوع يصوموا بالفترة بعد تركيب الشبكات. المرضى اللي هن المرضى سكريين وعندهم تضيقات شريانية شديدة ومتعددة ومعرضين للعمل الجراحي، هدول الصيام حتى لو ما كان عم يشكوا من آلام خناقية، الصيام عادة يعني عم يحرمهم من تناول السوائل، ممكن يصير عندهم درجة من التجفاف، هالشي رح يأهب لأزمات قلبية أو ممكن يساوي لهم احتشاء حاد، فهدول أصلا ممنوع يصوموا نهائيا. كل المرضى اللي هن على خطورة عالية من الداء الإكليلي ما بيصير يصوموا أبدا. فهدول المرضى اللي ما هن مستقرين، المرضى اللي مثلا أجروا عمل جراحي على سبيل المثال فتح صدر وساووا قلب مفتوح وساووا لهم تبديل شرايين، هدول ممنوع يصوموا حتى تترمم العضلة القلبية وتستقر أحوالهم وما يشكوا من آلام صدرية نهائيا. هدول رح لازم يمر على الأقل 3 ل6 شهور على استقرارهم بعدين لحتى يسمح لهم بالصيام. تمام دكتور. اليوم إذا بدنا نحكي عن الأشخاص اللي مرضى القلب ومرضى الضغط اللي بيتناولوا جرعات من الأدوية لكن هنون ما عندهم هاي المشاكل الخطورة اللي ذكرتها حضرتك، اليوم كيف بدهم يوازنوا هاي الجرعات من فترة الإفطار للسحور؟ كيف بدهم يعوضوا أو ينظموا هذا الشيء؟ نسينا نذكر أنه حتى المرضى اللي عندهم ارتفاع توتر شرياني شديد وضغطهم ما هو مضبوط أبدا، هدول أصلا ممنوعين من الصيام. المرضى اللي عندهم ارتفاع توتر شرياني ومضبوط ومعالجين بشكل جيد، هدول المرضى ممكن نحن نسمح لهم بالصيام. هلأ بالنسبة لتناول الأدوية للمرضى القلبيين، أكيد نحن رح نقسم الأدوية على جرعتين فقط، هن جرعة يعني عند الإفطار وجرعة عند السحور. نحن في هالحالة لازم نختار الأدوية المناسبة في الوجبة المناسبة أو في التوقيت المناسب. على سبيل المثال المرضى اللي عندهم قصور قلب وعم يتناولوا من بين أدوية قصور القلب الإمباجليفلوزين اللي هذا بيريح العضلة القلبية، هدول إذا نحن أعطيناهم هذا الدواء على السحور ممكن يساوي لهم إدرار، ممكن أو المدرات على سبيل المثال يساوي لهم إدرار ويساوي لهم تجفاف ويساوي لهم خلال النهار تعب ووهن شديد وتجفاف وقلة حيل وإرهاق شديد، فهدول نحن نصحهم عادة بيتناولوا أدويتهم عند
وجبة الإفطار مساء. هلا بالنسبة للأدوية يلي مثلا فيها جرعات متعددة بالنهار دول ما بيصير يصوموا. إذا نحن قدرنا هدول الأدوية المرضى المستقرين وعم ياخدوا أدوية لازم نختار لهم نحن الأدوية يلي بتغطي الـ 24 ساعة يلي ممكن لما ياخد الدواء مفعول الدواء يغطي لنا تماما 24 ساعة لحتى نحافظ على استقرارهم. أما مثلا في مرضى على سبيل المثال لازم ياخدوا أكثر من جرعة دواء والدواء ما في منه يعني أدوية طويلة المفعول، هدول ما بيصير يصوموا، نحن مضطرين نخليهم يفطروا لحتى يقدروا يتناولوا أدويتهم كل 8 ساعات بشكل منتظم. صحيح. فنحن عادة بالنسبة لتناول الأدوية ممكن نقسمها إلى قسمين، قسم يؤخذ عند الإفطار وجبة الإفطار خاصة أدوية الخافضة للكوليسترول مثل الاستاتينات مثل المدرات مثل الإمباجليفلوزين، هدول المرضى عادة لازم يتناولوا هدول الأدوية عند الإفطار. في أدوية ثانية ممكن نحن نضبط لهم ياهم مثلا ياخذوهم عند وجبة السحور مثل المميعات الأسبرين والكلوبيدوغريل وما شابه. صحيح دكتور، فعلا يعني موضوع الأدوية كتير مهم ولازم يكون في وعي أكثر لهم، لأنه في كتير أشخاص بالنهاية ممكن تنسى الدواء أو ممكن تأخر بتوقيته. طيب حكينا عن وعطينا نصائح عن الأشخاص يلي عندهم أمراض مزمنة إن كان سكري أو ضغط أو قلب، خلينا نروح للأشخاص يلي عندهم مشاكل بالكلى. دكتور هدول ممكن يصوموا اليوم وإمتى ممكن يكون ممنوع عنهم الصيام؟ عموما المرضى اللي عندهم امراض بالكليه، في امراض مثلا ممكن المريض نسمح له بالصيام وبيقدر يصوم، في مرضى ممنوعين من الصيام نهائيا. كل المرضى اللي عندهم تجفاف، هذا التجفاف ممكن يساوي لهم قصور كلوي حاد، ممكن يؤدي لارتفاع ارقام البوله والكرياتينين، اذا نحن منعناهم من تناول السوائل وخليناهم يصوموا بنكون نحن عم نذبح الكليه، عم ناذيهم اكثر، عم نساوي تطور او ترقي في ارقام البوله والكرياتينين وعم نسيء للكليه ونسيء لعملها. المرضى اللي مثلا عاملين جراحات على الكليه، المرضى اللي عندهم قولنجات كلويه، واحد عنده بحصه بالكليه ونزلت البحصه على الحالب ونجي نحن نخليه يصوم، هذا اكيد في ضرر كبير له. نحن هذا المريض لازم يتناول كميه كبيره من السوائل لحتى الكليه تقدر تطرح السوائل وتدفش البحصه لحتى تنزل البحصه. فالمرضى اللي عندهم قصور كلوي حاد، المرضى اللي عندهم قصور كلوي مزمن غير مستقرين، المرضى اللي عندهم قولنجات كلويه مزمنه وعندهم حصيات ورمال على طول، هدول ما بيصير يصوموا ابدا لحتى نحن نسمح للكليه انه تضل تشتغل بشكل جيد. تمام دكتور، لكن دائما الاطباء بيحذروا لاي شخص طبيعي ما عنده اي مشكله انه اليوم المي، خلينا نحكي عن شرب المي والسوائل بشكل عام، يمكن المي هي عنصر اساسي للمحافظه على صحه الكليه، خلينا نحكي شوي ونوضح هاي النقطه. كل الامراض التي تؤدي الى التجفاف ونقص السوائل بالتاكيد تؤذي الكليه، مثل الحروق، مثل على سبيل المثال الإسهالات المتكررة، الإقياءات المتكررة، هدول بيصير عندهم نقص سوائل شديد. هون إذا نحن ما عوضنا سيرومات للمرضى أو إذا ما عطيناهم كمية كافية من السوائل، هدول رح يفوتوا بقصور كلوي حاد ورح تضعف الكلية كتير ورح ترتفع أرقام البولة والكرياتينين، وممكن أحيانا يوصلوا للدرجات أنه ممكن يحتاجوا لجلسات غسيل كلية. فشوفي قديش هو الموضوع مهم وقديش خطير بالنسبة لهم. هلا ولذلك بأيام الصيف لما يكون مدة النهار طويلة وبيكون في فترة كبيرة بعدم تناول السوائل، الناس يلي هنن على درجة معينة من الأذية الكلوية، وين بنشوفهم هدول؟ على سبيل المثال بمرضى السكري، السكري أحد الاختلاطات يلي ممكن يساوي لنا إياها هو اعتلال الكلية السكري، فالكلية بالأصل يعني هي يا دوب عم تقدر تكفي حالها، فلما يكون في عندنا نحن اعتلال كلية سكري وفي أذية بالكلية ونجي نحن نحرم المريض من مدة طويلة من السوائل، هدول المرضى رح يفوتوا بقصور كلوي، ولذلك كل المرضى اللي عندهم اعتلال كلية سكري عندهم قصور كلوي في بدايته، عندهم أذيات كلوية، هدول السوائل ضرورية جدا ويجب أن تأخذ بكميات وافرة ومناسبة لحتى ما تتأذى الكلية. هدول لازم، وحتى إذا كان في قصور كلوي حاد يجب يعني قبولهم في المشفى وأعطائهم كميات وافرة من السيرومات لحتى تشتغل الكلية. فالسوائل والماء ضروري جدا في المرضى يلي كلويهم على الحد أو مثلا هن معرضين لأذية كلوية أو ممكن يصير عندهم قصور كلوي. حتى بشكل عام دكتور فينا نقول الماء لصحة الكلية بالكل ضروري، لأنه كتير في أشخاص بفصل الشتاء ما بيشربوا مي، بيقولوا نحن ما بنتذكر أنه نشرب مي.
ابدا هي شغله يعني خاطئه جدا. الانسان يجب ان يتناول كميات كافيه من السوائل يوميا. الكليه هي اللي عم يشغلها اصلا السوائل والمي، ولذلك الناس العاديين اللي ما عندهم امراض بالكليه يجب تناول كميه كافيه من السوائل. نقص السوائل ممكن يؤذي الكليه، ممكن يؤهب لتكون رمال. نحن الكليه شو هي وظيفتها؟ هي انه تنقي الدم من الرمال الناعمه، من الاكزالات، من يعني اكزالات الكالسيوم او حمض البول. فهذول لما يصير في عندنا نقص في وارد السوائل، هالبلورات الناعمه ممكن تتجمع مع بعضها وتساوي لي حصات، والحصات لما تنزل من الكليه للحاله بتساوي له للمريض الم شديد جدا. كريست البحصه معروفه انه هي مؤلمه بشده، ولذلك الناس العاديين اللي ما عندهم اي مشاكل يجب ان يتناولوا كميات كافيه من السوائل. تمام دكتور، خلينا نرجع شوي للاشخاص اللي عندهم امراض ضغط وقلب واللي خلص بعنده بدهم يصوموا، في حال خلال صيامهم صار عندهم اعراض، مشاكل صحيه، دوار، دوخه، اي شيء، الم، نخزة بالقلب، شو هي الإسعافات الأولية يلي لازم نحن نصرفها بالبيت قبل ما نلجأ للدكتور؟ نحن كل المرضى اللي غير مستقرين من الناحية القلبية وعندهم أمراض قلبية شديدة ممنوعين من الصيام نهائيا. ما بيصير يصوموا، رب العالمين أحلهم، ليس على المريض حرج. فرب العالمين أحل لهم أنه يفطروا، فهو لما يجي عاند بده يصوم، أنا بعتقد هي يعني ما هي طاعة لرب العالمين، بالعكس هي معصية، لأنه هو عم يلقي بنفسه إلى التهلكة. هلأ نحن وين ممكن نشوف هالشغلة؟ يمكن أكثر بمرضى السكري. المرضى السكريين، خلينا نحكي كمان هالفكرة أنه بالنسبة لمرضى السكري، هلأ المرضى السكري أول شيء هو نوعين. النمط الأول يلي هو بيصيب عادة اليفعان والشباب والصغار بالعمر، ويلي هو معتمد على الأنسولين، وهدول المرضى ممنوعين من الصيام نهائيا. والمرضى النمط الثاني يلي هو بيصيب الكبار بالعمر عادة، فهدول نحن ممكن نختار المرضى يلي سكرهم مضبوط بشكل جيد، وهن يعني مقيمين بشكل جيد قبل شهر أو شهرين من شهر رمضان المبارك، تماما. فأنا لما هن هدول عنده اصلا ما بيصير يعني يصوموا ابدا، لانه ممكن يفوتوا بنوب نقص سكر. فكل المرضى اللي عندهم على سبيل المثال حماض خلوني سكري، عندهم سكاكر غير مضبوطه، هن المعالجين بكميات عاليه من الانسولين، المرضى اللي فاتوا بنوب نقص سكر، هدول ما بيصير يصوموا ابدا. هلا لما هن بدهم يصروا على الصيام فبدهم يكونوا تحت مراقبه شديده. تماما. يجب اختيار مثلا جرعات الانسولين مناسبة، مثلا ممكن نحن نعطيه جرعة قاعدية طويلة المساء لحتى تطيله عدم ارتفاع سكر الدم أثناء النهار، ونعطيهم أنواع من الأنسولين يعني ممكن تحرق لهم السكر قبل الوجبة ويكون تأثيرها ومفعولها قصير، مثل النوفو ربد على سبيل المثال قبل وجبة الإفطار. هو بده يأكل كمية كبيرة، في عنده وجبة أساسية بيكونوا حاطين له بالعائلة مثلا أكلات طيبة، مضطر يأكل، فنحن بنعطيه يعني أنسولين بما يتناسب مع وجبة الطعام اللي هو عم يتناولها. ونحن لما هو يصر على الصيام ويكابر على حاله وبده يعني يكسب، هلا هدول بدهم يخضعوا لعناء يعني لرقابه مشدده. صحيح. على سبيل المثال يجب اجراء سكر الدم عده مرات باليوم، ممكن نساويه الساعه 10 صباحا، ممكن نساويه عند بعد الظهر او عند المساء. وهدول اذا حسوا ان هن ايديهم عم يرجفوا، حسوا حالهم جوعانين، حسوا حالهم بدهم يفوتوا بنوبه نقص السكر، لازم يفطروا مباشره حتى لو كان قبل الافطار بنصف ساعه، لانه نحن ما لنا مستعدين يفوتوا بنوبه نقص سكر اللي ممكن تكون خطره على حياتهم وقد تودي بحياتهم احيانا. فهدول المرضى المعندين انه يصوموا لازم يتراقبوا يعني رقابه جديه ويتساوى لهم تمام الاجراءات اللازمه. تماما دكتور، ذكرت نقاط كثير مهمه. يعني اليوم في كثير اشخاص وعم نشوفهم يمكن حتى عند اهالينا انه نحن لا بدنا نصوم، في منهم ما بيروحوا لعند طبيب، يعني انا خلص ما بدي صوم، ما في داعي انه انا اتابع مع طبيب، يمكن حتى بيصيروا يتناولوا الادويه بطريقه عشوائيه. اليوم خلينا دكتور نحكي عن الاكل الصحي، اليوم المريض القلب، مريض الضغط، شو هو؟ هل في نمط غذائي معين؟ ذكرنا شوي انه لازم يبتعد عن الاكلات اللي بتضره، لكن هيك نقاط مهمه بشكل عام لمرضى الضغط والقلب، كيف لازم يخصصوا انواع معينه من الاكل حتى يحموا حالهم فيها؟ بشكل عام كل المرضى يلي عندهم مشاكل قلبية وأمراض قلبية
او عندهم سكري او عندهم مشاكل في الكليه، هذول الناس لازم ما يصوموا الا ما يسالوا طبيبهم، هي اهم نقطة، او يستشيروا طبيبهم. واحيانا الطبيب ما بيقدر يجاوب على انه تصوم او ما تصوم على التليفون، لازم المريض يجيب ادويته ويجيب وراقه ويجيب يعني كل تقاريره معه ويجي لعند الطبيب لحتى هو الطبيب يا اما يسمح له بالصيام او يمنعه من الصيام. هي وحده. الشغله الثانيه، اذا كان سمح له بالصيام فهو الطبيب الانسان الوحيد اللي قادر على انه يعني يحط له خطه العلاج المناسبه، بحيث يحط له هي الادويه مثلا امتى ياخذها، هذا الدواء شو مشاكله، هذا الدواء ممكن نخففه، هذا الدواء ممكن يزيده بالصيام. فيعني خطه العلاج لا يمكن ان يقوم بها الا الطبيب وبحضور المريض شخصيا الى الطبيب. فهذول لازم يساووا استشاره، مثلا مريض الكلى عن طبيب الكليه، مريض السكري عن طبيب الغدد، المريض القلبي عن طبيب القلبيه، لحتى يقدر يضبط له ادويته ويفهمه للمريض شو ممكن يصير معه، يحذره. مثلا مريض السكر لازم يفهم هو انه شو الاعراض اللي ممكن تصير معه، لحتى هون معظم المرضى بيعرفوا شو الاعراض اللي ممكن تكون خطره على حياتهم. ولذلك ممنوع يصوموا الا ما يستشيروا طبيبهم لحتى يحطوا لهم خطه العلاج المناسبه. وهي المتابعه بتكون طيله شهر رمضان مو فقط اول يوم. بالنسبه لنوعيه الاطعمه فلازم المريض يعتمد على نوعيه معينه من الاطعمه، خاصه الخضار والحبوب والسلطات والاكلات اللي ما يكون فيها كميات كبيره من الدهون والدسم والحلويات الزائده اللي ممكن تاذيهم اكثر ما تفيدهم. اكيد. بالختام، معلومات طبيه كثير مهمه ونصائح مهمه من حضرتك الدكتور حسن الابراهيم، اختصاصي امراض داخليه وقلبيه. اهلا وسهلا فيك دكتور، نورتنا. شكرا لك دكتور على المعلومات اللي قدمتها. والله يتقبل طاعتكم وصيام كل الاخوه الصائمين، ونحن دائما بنتمنى لهم الصحه والعافيه.